الاهلي وبيراميدز مين يكسب بكره بعيد عن امنياتك؟ كوره وفنيات وظروف. لا الماتشات الكبيره دي ملهاش توقعات ملهاش توقعات الماتش هيبقى صعب وعلى الفرقتين شوف حتى في ظل الغيابات اللي في نادي الاهلي توقع منه اي حاجه مم. وفي ظل ان بيراميدز في حاله انا مش هقول لك يعني مش حاله كويسه قوي ولا مم. وحشه قوي بس يعني بس انا عايز اقول لك على حاجه وحاجه مهمه قوي آه. هنا في سيستم في مم. منظومه في نادي الاهلي آه. مع كل احترام نادي بيراميدز برضه تحس ان لسه الكيان ما اكتملش فممكن السيستم ده يخدم مم. ممكن السيستم ده يخدم النظام ده, ده يخدم والحافز هنا بيبقى اعلى شويه اه فممكن آه. تبقى كافه نادي الاهلي يعني بالجزئيه دي بالاخص اعلى مع بس في ظل الغيابات اللي في نادي الاهلي طيب يعني. آه بس من المفترض ان بيراميدز الفريق اللي متاسس بقاله ثلاث سنين مش كافي ثلاث سنين يبقى تاريخ لا انا اقصد مش لا كنت هاخد على الجمله الاخيره دي انه الحافز بتاعه يبقى كبير بقى ان انا بطوله المفروض عندي كل الاسماء ديت المفروض انت لا حافز الاهلي اكبر بس انا بحط نفسي مكان لاعبي بيراميدز بيراميدز بقالهم كام سنه بيصرفوا انا عايز بطوله بيصرفوا مبالغ رهيبه صح وممكن يكون هم سبب الكارثه اللي احنا فيها. أه. النساء في الأرق... الارقام الارقام وضربت أه. بسبب شراء لعيبه باسعار خياليه ومش لا. في محلها. بس اقول لك حاجه الارقام اصلا يعني ايه عماله تترفع من بدري انا اعتقد انت اعتزلت من هنا والارقام ارتفعت من هنا. يلا كنت بقى. استنيت سنه واحده لا خلاص الحمد, الحمد لله كنت استنيت كنت سنه واحده حضرنا برضه الحاجات كويسه ايه رايك لله. قبل ما اسيبك ونخلص الفقره الحلوه دي اسالك على اشرف بن شرقي والزمالك وعلاقته مع نادي الزمالك، تحب الخروج يبقى شكله عامل ازاي ولا تحب ان اشرف بن شرقي ياخد خطوه لورا ويوقع لنادي الزمالك او يجدد مع نادي الزمالك؟ لا اتمنى انه ياخد خطوه لورا اه يكمل مع نادي الزمالك اه امم اتمنى فعلا بجد اشرف من كويسه قوي وموهبه م. جميله و... وخلاص تحس ان هو طبع بقى ابن نادي الزمالك، اتمنى م. انه يكمل انما لو خرج يعني حتى لو خرج اخرج من الباب الكبير ما تزعلش حد زي ما بقول لك ممكن تسيب سيب الباب مفتوح تاني الكلام ده انا قلته لزيزو امبارح كان كان زيزو معايا على التليفون وبنتكلم انا هو وحتى بكلم زيزو يعني يعني ما حتى كنت بكلمه وانت خارج من الملعب ما تحاولش الرياكشن بتاع وشك تحس ان انت مو يعني موضح للناس انت زعلان فقال لي لا والله قلت له بيجي لك وقت وانت محتاج تريح وانت فعلا محتاج تريح حتى لو طلعت عادي ايه المشكله ما انت رجلك في الملعب على طول وحتى لما جيت كلمت قلت له يا زيزو خلي بالك يوم ما تخرج من الزمالك اخرج من الباب الكبير مم. عشان ممكن يبقى ليها رده ثانيه وانت ليك ارضيه عند الناس وما تخسرش الناس مم. اللي انا بقول لزيزو بقوله له اشرب بنشري ان هم فعلا اثنين عاملين حاله الناس زمالك صح والاثنين يعني مفاتيح لعبه محترمين مم. وحاجه الاتنين يعني كل واحد زي ما بقول لك بالبلدي كده بلغه كره بيتكلمها فاتمنى فعلا الاثنين يكملوا لانهم عاملين شكل الناس الزمالك الاثنين كويسين جدا كل واحد في مكانه وكل واحد في مكانه وطول اتمنى ان اشرف بن شرقي لا ياخد الخطوه مش خطوه ياخد خطوتين تلاتة صحيح. عشان ما يخسرش صحيح تجربه ساسي دي اكبر دليل مم. صحيح